طيب الله يطول بعمرك الله يجعل نفداك شوف خزاع الوعد خش ونعم سبعة نعم كيف الحال؟ مساك طيب كيف الصحة؟ شن عن كيف حالك الله يعافيك الله يعافيك كيف الصحة؟ لا 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 الله يمسكم بالخير يا رجال كيف الصحة؟ طيبين إن شاء الله الله يعافيك عنكم طول عمركم في عافية مرحبا الناس يا أخوي قالوا الرياض برد وتحزمنا ما يا أخي ما خلينا العرق من الطيارة الله المستعان أيام برد وذا اليومين جانا شيء جتنا دفوة الحمد لله احنا مصيفين ذا الحين والله أنا أخذت احتياطاتي الله يجعلنا بداعين كيف صحتكم طيبين إن شاء الله الله يديم عليكم الصحة والعافية وأنا ندمت مرحبا الناس الله يحييك أنتم كفو يا رجال ما عليك زو ومطانيخ طال عمرك كل منكم طال عمرك له قسمة من العلوم الطيبة تعال والدك اي والله العظيم خير من يمثل قبائلكم خير من يمثل اهاليكم اي والله العظيم من نحب الرجال اللي مثلكم وشرواكم تعال والدك والدك والله اني اقول صادق حي والله عيونكم ابو علي اي انا يوم اتكلم مع الشباب نقول طارق طارق الاغلب عرف وبعضهم من هو انا متاكد انه يعرف لين قلت يا الربع اللي يقول حي يوم عطيتهم حي كلهم عرفوك الله يحييك الله يسلمك طول عمرك اخو عزيز وغالي ومبدع الله اشوفك يوم جيت ما شاء الله عرفت نص الشباب الدليل انك متابع اي لا الحمد لله الشباب طال عمرك والله انا معذره اذا ما عرفت بعضهم طال عمرك لكن تطلع مقاطعكم ترى منتشره كل مكان وكلها زينه في زين ما شاء الله تبارك الله سلام ورحمه الله وبركاته الله يحييك الله يعافيك طول عمرك في سؤال بتوجهونه لو ولا نبدا ندردش معه طيب الوضع حبي طال عمره كم الله الله نبيها بصوتنا احمد يحنا ابد امور طيبه يقول كيف بدا شل الشماغ الله يحفظك ويبارك فيك شال بصوت احمدي لا خلها بعد شوي طيب لما جينا عند ابن خيمان ما بخلاف كيف بديت في السوشيال ميديا والله بديت يا طويل العمر والسلامه بديت يمكن قبل سنتين الحمد لله وقبل امس اللهم لك الحمد توثق حسابي في التيك توك ما شاء الله اي والله اللهم لك الحمد سلام ورحمه الله وبركاته حسابك الاول تعال خليني اسلم عليك يا ابو سلام الله كيف حالك طيب الله يحييك كيف حالك طيب ساك طيب والله اني احبك وانا احبك الله يطول عمرك كيف حالك طيب شلونك شلون صحتك هلا والله كيف حالك نعم سبعة نعم ما بغيت اخرب عليك ولا كان جيت سلمت عليك بخير الله الله حاتم الفريد حمد الراشد ونعم وسبعة نعم الله يطول عمرك طيب الله يرحم والديك بشرك طيب اللهم لك الحمد بدينا طال عمرك قبل سنتين الحمد لله توثق الحساب قبل امس الحمد لله مبروك الله يبارك فيكم استاذ واللهم لك الحمد يا الربع دخلنا 3 مليون امس اللهم لك الحمد ما شاء الله اي والله الله يجعلهم في طاعه الرحمن ومهم متابعات المهم يا طول عمر السلام الاثر اثر المقاطع انه يوصل يا طوال عمر السلامه لجميع الفئات ترى في كثير من الناس يتابعونكم ترى زين الحين ما اعرف اسامي بعضكم لكن نشوف افعالكم السلام ورحمه الله ونشوف مقاطعكم ونشوف علومكم الطيبه وانا ماني بتابع في كثير من الناس عندي طال عمرك تطلع على مقاطع لكن ما يتابعني ومو مهم المتابعه المهم الاثر والعلم الطيب اللي والرساله اللي توصل الرساله اللي توصل نعم. طيب سبب انتشار مقاطع طارق في هذه القوه والسرعه في الوقت الوجيز غيرك اخذ فوق سنتين والله يا طويل العمر والسلام العلم عند الله سبحانه وتعالى لكن يا طوال عمر السلامة قصتي في نشر المقاطع هذه في التيك توك وهذا شيء والله اني ما قد قلته ولا اني احب اقوله لان اذا الله سبحانه وتعالى ستر انسان المفروض انه ما يعلم بروحه لكن هذا الشيء ما يعتبر يعني شيء دارج بين كل الناس اللي هو يا طوال عمر السلامة نشر الاغاني كنت يا طوال عمر السلامة مصمم حريف صحيح والله السلام ورحمة الله وبركاته هلا حياك الله مصيف النور هلا والله حياك الله صارت ليتي زيكم من الرياض ها ما كانت كذا من يوم جيت من المطار عرفت طول عمر السلامة كنت مصمم حريف وصل حسابي وما نبي أقول اسمه يمكن تقريبا 500,000 أغاني يا حبيبي أغاني والله المستعان أي والله في كلمة خاص أي في شيء قلته أنا بدك أسلم مليان لا 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 ما في لك الخير أسلم أنا أحبك ها عبدك الله يجعلنا في الاعلانات وبعض الامور عندنا يعني ممنوعه اي 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 انا كان مسميات او اه تمام اي إيه. كان علمتوني طيب من برا يا ابو غلطتكم لا والله الله يجعلنا في عينك اسلم 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 من قال سالم المهم يا طوال عمر السلامه فوالله يا اخي وصل الحساب ارتفعت مشاهدات وكنت اصمم تصميم يعني اللهم لك الحمد انا مواليد 2000 ترى يا شباب لا تحسبوني شايب ولا اي والله صحيح اي والله بالله عليك نحمد الله انا عمرك 24
عمري الحين 24 سنة. ما شاء الله. اللهم لك. شباب نعرف يا أبوي في التيك توك. قبل شوي خويكم مسوي له المقطع ذا اللي برا صورنا شو اسمه الغامدي. إيه نعم. شو اسمه الأخ؟ مصعب. مصعب الغامدي. صور مقطع طال عمرك عطاني التيك توك زبطت حطيت له هاشتاجات حطيت له سويت اللي عادة نشر شو المقطع ده الحين تخرجونه بس ما أدري أنتم ما تأخذون جوالات لكن ممنوع ممنوع أنا نسيت أبشركم ده الحين جاي مقطع يمكن 10,000 ما شاء الله من التزبيطات هذه لها لها أشياء يعني معينة الشيء هذا طول عمر السلام أن هذه يعرفها الشباب وأنتم تعرفونها زي كلنا في أعمار بعض فكنت يا طول عمر السلام أصمم تصاميم أصمم أي فكنت أصمم يا طول عمر السلام أصمم تصاميم أصمم أشياء وبعدين حصل لي موقف يعني ما أبي أذكره وبعدين عاهدت الله سبحانه وتعالى أن مثل ما كنت أنشر الأشياء السيئة عاهدت الله سبحانه وتعالى أني أنشر الأشياء الخيرة يا طوال عمر السلام إي والله سبحان الله من أصلح النية أصلح الله سبحانه وتعالى وأصلح الله عمله إي والله يا رجال من يوم عاهدت الله مثل ما كنت أنشر أنا هذا أخصم عليه يا أبو أخصم عليه هذا دائما يجي الله يجعل فيه العافية لا الله يجعل فيه العافية الله يجعل فيه من قال سالم فوصل حساب يمكن 500,000 هذا اللي كنت أنشر فيه والحمد لله قفلنا وأبدلنا هذه السيئات أسأل الله أن يقبلها عندي أطوال عمر السلام يبيض وجهك مثل عاهدت نفسي أني يمكن مثل ما كنت أنشر السيئات اللي أني أنشرها أطوال عمر السلامة الشيء اللي يبقى بين الناس وفقنا الله اللهم لك الحمد وفي سنتين نحمد الله اللهم لك الحمد تعرفنا على الرجال اللي مثلكم شرواكم هذا غني والله اللي لا اله اذا خرجنا عند ناس شرواكم هذه مكسب ولا يرفع الواحد الا مشاهدينا اللي يشوفون القناه ما يرفعنا الا انتم انتم حزم الظفر والله اني اقول صادق انتم اللي ترفعوني وترفعون الشباب كلهم حي والله عينكم الله يدعي النبدا حي والله هذا الله يعافيك نبدا سم انت لك مقاطع نشرتها عند ملاعب ملاعب ايه وش ملاعبه كنت تقدم رساله ملاعب حاضر مباريات حاضر مباريات فلك مقاطع انتشرت وانا من ضمن اللي شافوها ايه ما شاء الله طبعا اتحادي الصميم نسال الله التيسير للاتحاد اليوم اليوم ممنوع حتى برضه يقول الانديه لا لا انا اتحادي حي عينك اشوف تسال ان شاء الله عليك متابع كل اللي راح أنا في سؤال يطول عمر السلامة كان في عندك حساب أول أيه؟ أظن أنها ألغى وأنحضر أيه؟ أنت تقول الحساب الثاني 3,000,000 لا الحساب القديم اللي ألغى رجع بالشركة الحمد لله في أسبوع وقبل أمس موثق الحمد لله أنا أخبرنا أنحضر بس لا بالشركة توثق الله منك اللهم لك ما شاء الله تبارك الله آخر مرة تابعتك قبل أدخل البرنامج كنت أظن في روسيا إيه نعم ما شاء الله تبارك الله قال نجيب الدب الروسي معنا لكن وقفوه في المطار الله يحييك لبينا ها الدب الروسي هذا طال عمرك كثير والله من الناس انصدم يعني يحسبه فتشب اللي يحسبه لا الدب مروض فعاركنا طال عمرك ودركنا طال عمرك وحنا ندرك طيب نبي من اي واحد من الشباب اهدى لأخونا أبو علي طارق العمري والله يا بجيهم والله تبون شفتهم أداء من عندهم عند حمد عندك يا حمد حمد يلا يسلم عند حمد الراشد صوت الجميع يقول اشتبي بالخار